اهلا وسهلا. ايه خلينا نعرف معك علي معطوف. صار لي 35 سنه ساكن بالبيت وبدفع فاتوره كهرباء. هيدا الشهر اجى الكهرباء طلع علي 105,000. اول مره بحياتي بكون ما معي مصاري ادفع، مش مشان حمله مش دافعين، بس انا حقيقه ما معي مصاري. واللي انكى من هيك خايفين تخلص حمله مش دافعين وضلني انا ماشي مش دافعين. شو بدنا نعمل بهالعيشه هيدي؟ والله البلد صارت صعبه يا عمي، البلد عيشه صعبه. شو كنت تعمل قبل؟ كان عندنا معمل الومنيوم، بعده عندنا المعمل بس ما في شغل. كان عندنا 30 شغيل. هلا شغيل ما عندنا. 30 شغيل كان عندنا. هلا شغيل ما في. شو حتعمل هلا؟ ولا شيء والله، قاعد باخذ من اختي 20، من ابن عمي هلا اخذت منه 2000 ليره حق فنجان القهوه، من بنت اختي 50، هيك عايش. ولك اسكتي، ما انا اشتراك البنايه عندي بدي ادفع 50,000 كل شهر. صرت بفوت مثل الحرامه وبظهر مثل الحرامه، حيصير لي سنه مش دافع. هذه حملة مش دافعين كثير تأخرت. هو بلش الله يرضى عليهم قد ما فيهم يطولوا فيها هالحملة. حالي حالي الله يفرجها.